Bonsoir, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Allez, les enfants, vous êtes prêts pour commencer le soutien d'aujourd'hui? Allez, préparez-vous, les enfants. Alors, donc, aujourd'hui, on est le vendredi 11 septembre 2020 et on commence par réédier. إذن البارحة قمنا بإنجاز تمرين رقم 1 و 2. إذن أتمنى أن تكونوا قمتم بتصحيح التمارين جيدا. الآن سنمر إلى تمرين رقم 3. إذا انتبهوا معي جيدا هنا. إذا لديكم جدول يجب علينا أن نقوم بملئه. إذا في هذا الجدول يوجد لدينا 3 خانات. الخانة الأولى موجودة في الجهة اليمنى مكتوب فيها بعده مباشرة. في الوسط يوجد العدد وفي الجهة اليسرى يوجد قبله مباشرة. مثلا في المثال الأول الذي لديكم العدد الذي لدينا هو 13. العدد هو 13. بالنسبة للعدد 13 رقم وحداته هو 3 ورقم عشراته هو 1. إذن لكي نكتب العدد الذي يكون قبل العدد 13 يجب أن نطرح 1. إذا نطرح 1 لكي نجد العدد الذي يوجد قبل العدد 13. مثلا بالنسبة للعدد 13 رقم وحداته قلنا هو 3. إذا سأطرح 1 من 3 سيصبح 2. يعني سنكتب العدد 12 لأن رقم العشرات لن يطرأ فيه أي تغيير، فقط نطرح من رقم الوحدات فقط. إذا طرحت 1 من 3 سيبقى 2، أي العدد الذي يكون قبل 13 هو 12. ثم لكي نجد العدد الذي يأتي بعد العدد 13، إذا هنا لا نطرح بل نضيف رقما، يعني نضيف 1 ل13. إذا 13 إذا أضفت لها 1 سيصبح العدد هو 14. إذن العدد الذي لدينا قلت هو 13. قبل 13 لدينا 12 وبعدها لدينا 14. إذن أنتم بنفس الطريقة ستكملون باقي الخانات، يعني العدد 29. عليكم أن تجدوا العدد الذي يوجد قبله مباشرة والعدد الذي يوجد بعده مباشرة. ثم كذلك بالنسبة للعدد 46 والعدد 38. بالنسبة للتمرين رقم 4، السؤال لديكم هو أقارن وأكتب الرمز المناسب أكبر أصغر أو يساوي. إذا ستستعملون هذه الرموز لكي تقارنوا بين الأعداد. إذا كما قلنا في السابق فإن الرمز دائما يتجه نحو العدد الأكبر، الرمز دائما يكون باتجاه العدد الأكبر. أما إذا كان الرقمان متشابهان فإننا نضع الإشارة تساوي. إذا هنا لديكم 38 ستقارنونها مع العدد 38، ثم 22 مع 13، 9 ستقارنونها مع العدد 6، 71 مع العدد 17، 44 ستقارنونها مع العدد 29، 52 ستقارنونها مع العدد 97، 90 ستقارنونها مع 19، 38 مع 63، و47 ستقارنونها مع العدد 47. ولكن انتبهوا جيدا، حاولوا أن تكتبوا الأرقام بشكل جيد، يعني لا تكتبوها مقلوبة. إذا قوموا بإنجاز هذين التمرينين ثم أرسلوهم لي في الخاص.